الله يا كريم يا رحمن يا رحيم، انك تهدي ولدي وتهدي ضال المسلمين يا رب. يا 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 رب طمني عليه. شرايز فيني سويت نفسي درباوي على اساس امسك بلد وخدعه ان اللي يسويه صح وانه رجوله، لا ما امسكه وبوديه للشرطه يمسكونه وبفتك منه. تحيب تأخرت كثير، يا ريت هالمبدأ كان معك من البداية. إذا كبر ولدك تخاوي، ليتك إنك قربته منك، خليته يسمع كلامك ونصايحك. شو أقول لك بس يا أبو تحيب، ترى التربية وأساسها ما يجي إلا من الأسرة، ومن ثم باقي مؤسسات الدولة. اللي يسوونها الدربوية أبو تحيب غلط غلط غلط. في قطر وبالامارات وبالكويت الدرباويه لهم ساحات، وساحاتهم هذه مؤمنه، ويلعبون الدرباويه فيها على كيفهم وعلى هواهم بدون مشاكل وبدون اطلاق نار. وليه ما يحطون لشبابنا؟ على الاقل يكونون تحت سيطره رجال الامن، احسن من اللي نشوفه يطلع من شبابنا ونسمع منهم. شبابنا المساكين كل الجهات الحكوميه مقصرة في حقهم، ما عندهم شيء يوسعون في صدورهم الا مباريات الدوري. الله كريم، بس يا ابو تحيه متعارف ولدك وهو طالع من الصبح وش ماخذ معه؟ ماخذ رشاش. رشاش بعد؟ هذا شيء ما يسكت عليه. انا بروح بنفسي لما الشرطه واقول لهم امسكوه وسجلوه على اللي يسويه. لو بكره يسوي لنا جريمه يبلشنا فيها. سترك يا رب. سترك يا رب سترك. هين يا سامي، والله اني ما اخذ ثاري منك، ما اخذ ثاري. طالت الايام ولا قصرت؟ قاعد لك هنا لين تطلع. هي جابك الله وجيك. تطفق له، تعرفه انت؟ لا. ها؟ لا لا لا. اي لا. بس والله تضحيطه زين، شجعوك. أدورك أدورك يا شباب يا شباب، ترى أنا كنت أدور الجوال أول ما قمت منك، وحط سيارة مدعى الجوال، أدور الجوال طاع عند المرتبة، لكن إذا عجبتكم ترى ممكن أسويها تارة أخرى، ما عندي مشكلة.